السلام عليكم، معكم الطالبة سارة بخاري. اليوم تجربتنا عن كيف تحرك الرياح الأجسام. نحتاج إلى قطعة ورق 8 سنتيمتر في 15، قلم رصاص، شريط لاصق، 4 قطع من الورق، مشابك ورق وخيط. ألف قطعة الورق 8 في 15 سنتيمتر حول قلم الرصاص. ألصق قطع الورق الأربعة لأكون مروحة. أربط المشبك بخيط ألصقه بالأنبوب. أمسك قلم الرصاص من طرفيه وأنفخ على الريشة. ألاحظ أن المشبك قد ارتفع جدا. كم مشبكة يمكن أن أضيف حتى يصبح من غير الممكن رفعها بالنفخ؟ نلاحظ أن المشابك ارتفعت ليس كثيرا، وهذا يعتمد على قوة الرياح وثقل الجسم.